تسعى الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى وضع برنامج متكامل يتضمن أنشطة وفعاليات تتعلق بالشقين الثقافي والرياضي. وأشاد عدد من المتدربين ببرنامج الأكاديمية مؤكدين أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ليس مجرد برنامج تدريبي تقليدي، لكنه تجربة حياتية تتميز بتنوع محاور التدريب والأنشطة وتباين الخلفيات العلمية والعملية. وأكد المتدربون أن البرنامج الرياضي واحد من المكاسب الهامة داخل الأكاديمية ويعد فرصة لاستقال مهاراتهم الرياضية، مشيرين إلى أن فكرة التأهيل في البرنامج لا تشمل الجوانب العقلية فقط ولكن الرياضية والثقافية من أجل تبادل الخبرات والتواصل الإيجابي والتفاعل البناء.